تحية طيبة مشاهدي الكرام. في بداية انطلاق قناة الجزيرة سنة 96 عرضت مناظرة من أسوأ مناظرات برنامج الاتجاه المعاكس بين الدكتور نصر حامد أبو زيد والدكتور محمد عبارة. المناظرة تمت بعد حكم محكمة من أغرب الأحكام القضائية اللي حكمت سنة 93 بالتفريق بين الدكتور نصر أبو زيد وبين زوجته الدكتورة ابتهال يونس بدعوى إنه نشر أفكار تخرجهم من الإسلام وتمنعه من الزواج بمسلمة. الحكم كان فضيحة بكل المقاييس لدرجة إن القانون اتغير بسببه، لكن اللي كان أغرب وكان أخطر من الحكم ومن المحاكمة هي مناظرة قناة الجزيرة اللي كانت هي نفسها محاكمة للتفتيش والتشويه والتكفير والاغتيال المعنوي لنصر أبو زيد على الهواء مباشرة. إيه قصة المناظرة دي بالظبط؟ وليه بنقول إنها كانت أخطر من الحكم ومن المحاكمة؟ ده اللي هنحاول نجاوب عليه في دقائق. بعد انتهاء الحقبة الناصرية وبداية حكم الرئيس السادات، لاحظ نصر أبو زيد إن الإسلام بيتم استخدامه وبيتم استغلاله من السلطات السياسية بنفس منطق الإخوان والجماعات الدينية بالظبط. الإسلام دين ودولة؟ نعم. نصر لاحظ إن الإسلام مع عبد الناصر كان دين الاشتراكية، ومع السادات بقى دين الرأسمالية، ومن هنا بدأ نصر أبو زيد يبحث في كتب التراث عن أصل وجذر الاستخدام النافع للدين في السياسة. وكانت أولى ملاحظاته إن الاستخدام النافع للدين في السياسة موجود عند كل المذاهب وكل الفرق الإسلامية، وموجود كمان في حروب وصراعات الصحابة نفسهم، وإن الاستخدام ده بيتم عن طريق تأويل الآيات بغض النظر عن سياقها داخل النص، وبغض النظر عن سياقها داخل إطارها الثقافي والتاريخي. نصر بدأ يسأل نفسه إزاي تم فصل نصوص القرآن عن الواقع التاريخي اللي تشكلت فيه وتفعلت معاه، وإزاي بقى يتم استخدام نصوص القرآن خارج نطاق زمنها ومكانها، وإزاي نقدر نحرر نصوص القرآن من الاستخدام النافع للدين في السياسة. وهنا قدم نصر أبو زيد كتابه الأهم مفهوم النص، اللي اتمنع من الترقية داخل الجامعة بسببه، واللي اتحاكم بسببه، واللي دارت على أساسه مناظرته مع محمد عمارة. الكتاب يمكن تلخيصه في عدة نقاط. أول حاجة إن القرآن لم يخلق في الأزل قبل وجود الإنسان، وإن القرآن نزل من أجل الإنسان وليس العكس، وإن القرآن نزل على فترات مختلفة ومرتبطة بوقائع تاريخية لا يمكن إغفالها، وإن علوم القرآن الخاصة بأسباب النزول والمكي والمدني والخاص والعام والناسخ والمنسوخ كلها بتؤكد ان القرآن منتج ثقافي وتاريخي. القرآن منتج ثقافي تشكلت معانيه من الواقع ومن الثقافة وقت نزوله، وهو ايضا منتج للثقافة وصانع ليها. المصدر الالهي للقرآن لا ينفي ارتباطه بثقافة ومفاهيم الجزيرة العربية وقت نزوله، وربنا لا يمكن يخاطب العرب بكلام خارج تصوراتهم ومفاهيمهم ولغتهم وواقعهم. المحاور دي هي نفسها المحاور اللي دارت على أساسها مناظرته مع محمد عمارة. لما نمسك المحور الأول من المناظرة الخاص بمسألة خلق القرآن، هنلاقي إن محمد عمارة في البداية كده بيحاول ينفي إن الفكرة دي موجودة ومختلف عليها داخل الثقافة الإسلامية. كلام الأزلي القديم، هذا المفهوم وجود القرآن أزليا قديما في اللوح المحفوظ، هل هو من ثوابت العقيدة أم هي مسألة اختلف فيها ويعلم هو جيدا المعتزلة والحنابلة والأشاعرة حاولوا أن يتخذوا موقفا وسطا؟ الخلاف في شكل وجوده في اللوح المحفوظ، لكن لم يكن هناك خلاف على أن القرآن له وجود قبل تنزيله. حتى الذين قالوا بخلق القرآن يقول خلق القرآن، أي أن له خالق وليس نتاجا من نعم، وهذا ما أقوله. أنا لا أنكر أن القرآن من عند الله أو من خلق الله. خلق القرآن مختلف عن أن تقول إنه ناتج من الواقع. هذا فهمك لخلق القرآن يا دكتور عمار. محمد عمارة بعد ما بيسلم بوجود فكرة خلق القرآن في الثقافة الإسلامية بيبدأ بقى يلف ويدور ويحاول يخترع أي حاجة عشان يكتم بيها على الفكرة دي، فيقولك إن الخلاف كان على شكل القرآن في اللوح المحفوظ، وإن عدم وجود القرآن قبل نزوله معناه إنه من صنع البشر. محمد عمارة عارف ومتأكد إنه بيكذب،
لأنه هو شخصياً عامل رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه في أفكار المعتزلة اللي هم نفسهم أصحاب فكرة خلق القرآن، ومحدش منهم قال إن القرآن كان موجود في اللوح المحفوظ قبل نزوله، ولا حد منهم قال إن القرآن صناعة بشرية. بالعكس، قالوا إن القرآن كلام الله، وإن الله مستحيل يكون كلم البشر بالقرآن من قبل ما يخلقهم ويكونوا موجودين أساساً. حاول محمد عمارة برضو انه يقلل في البداية كده من عدد الايات اللي ليها اسباب نزول. انا بقى عملت جدول احصائي لجميع ايات القرآن الكريم وايات كل سورة والايات التي جاء فيها سبب نزول. عند الواحد الذي جاء فيه سبب نزول 7.5% من ايات القرآن الكريم. عند السيوطي الذي جمع كل الروايات 14% من ايات القرآن الكريم. من اين جئت بان الدراسة الامريكية تؤكد وأنت تقول تؤكد بأن كل الآيات لها سبب؟ محمد عمارة في كتابه التفسير المركزي للإسلام بيقول إن 7.5% دول عددهم 472 آية، وإن 14% دول عددهم 888 آية من أصل 6000 آية، وهو نفسه عارف إن جميع آيات الأحكام والتشريعات في القرآن عددهم لا يتجاوز 225 آية، وإنه أقصى عدد لآيات الأحكام والتشريعات في القرآن بالمقرر منها لا يتجاوز 500 آية، وده معناه إن 7.5% وإن 14% بيؤكدوا برضو ان جميع ايات الاحكام والتشريعات في القرآن ليها اسباب نزول. والدليل كلام ابن عباس نفسه اللي هو ترجمان القرآن اللي بيقول انه والله ما نزلت آية الا وقد علمت فيما نزلت واين نزلت وعلى ما نزلت. لكن محمد عمارة بعد ما فشل في التقليل من عدد اسباب النزول بدأ يحور وبدأ يبحث عن حيلة جديدة يحور بيها أسباب النزول ويحولها لمناسبات للنزول علشان ينفي أي علاقة تاريخية بين القرآن وبين الواقع التاريخي اللي نزل فيه. محمد عمارة عارف كويس جدا إن الموضوع لو كان مجرد مناسبات للنزول بس زي ما هو بيقول ما كانوش قالوا من الأول إن اسمها أسباب للنزول، ولكن هيبقى في حاجة اسمها آيات منسوخة بآيات تانية لاختلاف أسباب نزولها مش لمجرد اختلاف مناسبات نزولها. لكن محمد عمارة ازاي يعترف بحاجة زي كده وهو استاذ في تحريف الكلام والمصطلحات؟ سيدي، هناك اولا التنجيم، ان القرآن لم ينزل مرة واحدة، نزل منجما، ونزل منجما مراعاة للأسباب ومراعاة للوقائع. تطور التشريع داخل القرآن في فترة نزول الوحي، النسخ، أليست هذه كلها مؤشرات تبرز العلاقة بين النص والواقع؟ أنا لم أخترع. محمد عمارة حاول يوهم الناس ان ارتباط القرآن بالواقع الثقافي والتاريخي للجزيرة العربية وقت نزوله معناه ان القرآن صناعة بشرية من النبي محمد، ان النص القرآن تشكل من خلال ثقافة شفاهية والوقائع هي التي انتجت هذه النصوص. ففي مرحلة تشكك النص في الثقافة تكون الثقافة فاعلا والنص منفعلا، وتكون الثقافة فاعلا والنص مفعولا، والواقع الذي تشكل النص من خلاله يشمل الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ويشمل المتلقي الأول للنص ومبلغه، أن الرسول هو مخترع هذا النص. لا 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 لا، عمارة هنا مش مجرد واحد مش فاهم اللي هو بيقرأه، ده بيحرف الكلام وبيضيف فيه عشان يسوق سمعة صاحب الكلام نفسه، وهو عارف ومتأكد أن صاحب الكلام نفسه لم ينكر الأصل الإلهي للقرآن ولا مرة في كلامه. هذا الكلام ورد في إطار التفريق بين جانبين في النص القرآني، أصل الإلهي وهذا أمر لم أنكره في أي جملة من الجمل، وبين تجلي هذا الكلام الإلهي في اللغة العربية. فكرة نصر حمد أبو زيد ببساطة هي إن القرآن منتج ثقافي، بمعنى إن معاني القرآن اتشكلت من لغة ومن مفاهيم ومن ثقافة الجزيرة العربية وقت النزول، ومع ذلك هو أيضا منتج للثقافة، بمعنى إنه بيقوم بإعادة إنتاج وتشكيل الثقافة
في صورة جديدة. أما بقى فكرة إن القرآن نص تاريخي فدي كمان مش معناها خالص إن القرآن ملوش مصدر إلهي مثلا، ولا معناها إن القرآن معزول ومفصول وغير قادر على التواصل مع الناس بعد نزوله مثلا. كل الحكاية إن فكرة تاريخية القرآن بتقفل الباب قدام كل الجماعات الدينية وكل الجماعات السياسية اللي عاوزة تستخدم القرآن كسلطة بعيدا عن إطاره الثقافي والتاريخي. عشان كده في فرق كبير جدا بين قدرة النص التاريخي على التفاعل وعلى التواصل مع الناس حتى الآن، وبين إنه يكون سلطة عابرة للتاريخ، وهو ده اللي كان قلقهم من أفكار نصر أبو زيد. الدكتور عمارة وأنا يعني أسف جدا من أقول هذا، قرأ قراءة متربصة. ما معنى القراءة المتربصة؟ في كتاب كامل اسمه مفهوم النص يناقش علوم القرآن، أسباب النزول، المكي والمدني، المحكم المتشابه، التفسير والتأويل، ويبدأ من مسلمة أساسية أن الأصل الإلهي للنص أمر لا خلاف عليه. نحن نتحدث الآن عن النص من جانب لغته البشرية. الخلاصة إن محمد عمارة شخص غير موضوعي، وما كانش عنده أي نية لمناقشة الموضوع بدون تعصب وخناقات، لأنه مش مهتم أساساً بإن المشاهد يخرج من المناقشة دي بحاجة مفيدة. كل همه هو تشويه نصر أبو زيد وتسويق سمعته، لأن فكرة نصر أبو زيد لو شافت النور هتبوظ لهم سبوبة الإسلام السياسي دي كلها على بعضها. عشان كده من اللحظة الأولى كان مهتم بتشويه نصر أبو زيد، وكان بيهيئ المشاهد إنه قدام مؤامرة ضد الإسلام، وإنه قدام شخص كاره للإسلام ومحارب ليه. محمد عمارة اعترف في نهاية المناظرة انه تم تحريف كلام نصر ابو زيد حتى لا يفهم الناس افكاره فهما صحيحا. فيصل القاسم نفسه اللي هو مدير المناظرة كتب اعتذار رسمي لنصر ابو زيد بعد مرور 17 سنة على المناظرة، بيقول فيه: قبل حوالي 17 عام في بداية برنامج الاتجاه المعاكس استضفت الراحل ابو زيد في حلقة من البرنامج مقابل الدكتور محمد عمارة، واريد ان اعتذر للدكتور ابو زيد الان لانني لم افهم فكره في ذلك الوقت، فكم كان سابقنا وكم كنا مسجونين في أقفاص فكرية صادئة. أتذكر وقتها أنني هاجمته بطريقة غبية سخيفة تافهة فقط لأن الشارع كان ضده، وقد استوعبني الرجل بطريقة دمثة. عذرا أبا زيد.